على كل الأحوال، بس أضمن إزاي إن الكلام اللي هقوله مش هيتاخد منه حاجات صغيرة كده وتتمنتج، يعني إذا كنت هتعرضه علي تمام. النسخة قبل ما يعني. إنما من حيث المبدأ بالعكس أنا أرحب جدا، ونبقى نتكلم بقى في التفاصيل المالية والحاجات دي بقى، أما تشوف بس أنت الضمانات دي. خلاص مفيش مشكلة، يعني دي كلها ضمانات سهلة يعني نقدر نظبطها مع مفيش الكفاية. مشكلة، أهلا مفيش أي وسهلا مشكلة. بيه، أهلا وسهلا. أنت هتاخد حوار مع كم واحد؟ قول لي القايمة اللي عندك كده. احنا معانا حضرتك طبعا، ومعانا أستاذ ممدوح حمدة، ودكتور عصام عبد الشافي، وأستاذ سليمان الحكيم. اشمعنى دول يعني؟ هي دي القايمة اللي محطوطة أما دي القايمة اللي طلبوها منك، اللي قالوا لك مظبوط. وكلهم وافقوا؟ أستاذ سليمان وافق، وأستاذ مجدي وافق، وأستاذ ممدوح وافق، ولسه هكلمه، المفروض هكلمه بعد حضرتك حالا عشان برضه نتفق على ميعاد التسليم. تكلم من؟ يعني أنا خلاص اتفقت على الميعاد مع دكتور، مع أستاذ مجدي، مع أستاذ سليمان الحكيم، وهكلم الأستاذ ممدوح حاليا. عنده. طيب، والدكتور الثاني موضوع الميزانية اتكلمت فيه؟ هي الميزانية قالوا لي 5000. لا لا لا، أنا ما باخدش يا ابني أقل من $1000. تمام. ماشي؟ طيب خلاص. طب هقول يعني هقول لهم ده وهرجع لحضرتك. أيوة اتفضل، شكرا لك. شكرا جزيلا جدا. دكتور حسن، نعم. أنا مصطفى مرة تانية. أهلا مصطفى. أنا كلمتهم في الشركة وهم بلغوني، أقول لحضرتك يعني المبلغ ممكن يكون 10000. أنا ما بفصلش يا مصطفى، يعني ما أنا عملت قبل كده مع الجزيرة يعني كذا والله يا حاجة. فندم، أنا فاهم والله، بس يعني الفكرة إن هو الموضوع مش بإيدي، فأنا بضطر أرجع لهم وأرجع لحضرتك تاني كده. أو أنا معرفش أقول لك إيه يعني. أو مش هينفع برضه يا مصطفى. تمام. يعني إذا قدرت توصل من 15 أنا ما عنديش مشكلة.